مرحبا بكم في قناه بذره قناه الزراعه والنباتات اجمل نباتات الزينه المنزليه واكثرها تميزا وجمالا هي النباتات الاستوائيه اكثر نبات استوائي يجعلك تحس بانك نقلت الجو والطبيعه الاستوائيه لبيتك ومكتبك هو نبات الكروتون هذا كروتون، وهذا كروتون، هذا أيضاً، وهذا أيضاً، هذا أيضاً، هذا أيضاً كروتون، وهذا أيضاً كروتون. كل تلك الصور والالوان الدافئه المتنوعه بين الاحمر والوردي والاصفر والبرتقالي وكل تلك النقوش والزخرفات على الاوراق كلها لنبات واحد وليس لنباتات متعدده حلقه اليوم سنتعرف من خلالها على هذا النبات وسنرى طريقة العناية به ليبقى دائما متألقا ومتوهج الألوان كما سيقدم لنا الأخ فيصل صاحب قناة بولو بلونت طريقة إكثاره بالتعقيل وأيضا الإكثار بالورق وبالمناسبة فبولو بلونت قناة زراعية تقدم محتوى جد مفيد أنصحكم بالإشتراك فيها رابط القناة يظهر الأن أعلى الشاشة وسأتركه لكم أيضا في صندوق الوصف. وصف. اذن وبدون اطاله نبدا بالاهم وهو اكثر الاخطاء التي تؤدي لذبول وموت نبات الكوديوم اولا الاضاءه الكروتون او الكوديوم يحتاج لاضاءه قويه ساطعه وهو نبات داخلي وخارجي في نفس الوقت خارجي في المناطق المعتدله الجو بحيث يمكن ان نزرعه في الحديقه تحت ظل شجره او في مكان تصله فقط شمس الصباح او شمس المساء الخفيفه وداخلي طبعا بشرط اختيار مكان قوي الاضاءه هذه الالوان الدافئه اذا افتقدت للاضاءه الساطعه فستخفت وقد تختفي تماما لذلك الاضاءه المناسبه اول نصيحه لضمان نبات بالوان متوهجه وطبعا كلما زادت قوه الاضاءه زاد دفء وتوهج الوانه ثاني سبب يؤدي لموت هذا النبات هو الهواء الجاف والتربة الجافة يعني أنه يجب علينا توفير رطوبة الهواء المحيط وذلك برش أوراق النبات برذاذ الماء وخاصة في فصل الصيف وبالأخص في المناطق الجافة المناخ ترطيب التربة جد مهم لكن هنا يجب أن نستوعب مسألة جد مهمة الكروتون لا يحتاج لكثرة الماء لأن جذوره جد حساسة وتصاب بسرعه بالتعفن الحل هنا ان ننظم الري ونسقي النبات حسب الخليط وحسب التربه التي نزرع فيها ونتجنب الري لدرجه الاغراق وتلاحظون اني لا اعطي معدلات للري لاني اعرف ان كل واحد منكم يزرع في خليط وفي تربه تختلف عن الاخر ثالث خطا يتسبب في دبول نباتنا هو اصابه وتعرض الورقه للفطريات نتيجه رش الورقه بالماء نعم صحيح اني ذكرت في بدايه الحلقه انه يجب ان نرش الورقه لكن بعد الرش لابد من مسحها برفق بمنديل ناعم بهذا سنوفر الرطوبه للورقه وفي نفس الوقت سننظفها ونزيل الاتربه والغبار من عليها رابع خطأ هو أنه بعد شرائنا لنبات الكوديوم من المشتل ننقله لوعاء آخر. هنا يجب أن نحترم مسألتين مهمتين. الأولى وهي موعد النقل. فلا يصح أن ننقل النبات في الصيف الحار وفي الشتاء البارد. ويبقى طبعا الربيع أفضل موعد لنقل نباتاتنا لأوعية أكبر. من الأخطاء الشائعة أيضا في تربية الكروتون هو عدم حمايته من التيارات الهوائية. متابعينا الكرام، إذا أردت تزيين بيتك أو مكتبك، فلن تجد أفضل من هذا النبات الإستوائي المعمر الدائم الخضرة. صحيح أن نموه بطيء، لكن جاذبيته وتعدد شكل أوراقه وألوانه تجعل منه أرقى نباتات الزينة المنزلية. لكنه يحتاج طبعا لعناية خاصة. لأنه شديد التأثر بالتغيرات المحيطة به من تغير قوة الإضاءة وشدة الحرارة لذلك حاول قدر الإمكان عدم نقله من مكان لآخر مع توفير الرطوبة والإضاءة القوية الساطعة وتنظيم الري والتسميد مرة في الشهر وبالأخص من بداية الربيع حتى منتصف فصل الخريف حتى نتفادى سقوط الأوراق ومشاكل أخرى نحن في غنى عنها وصلنا الآن للإكتار وسيشرح لنا الأخ فيصل من قناة بولو بلونت طريقة الإكتار بطريقتين الأولى بالتعقيل والثانية بالورق. قبل ذلك نسيت نقطة مهمة هي التخلص فورا من الزهرة عند ظهورها لأن ترك الزهرة يضعف النبات. نصيحة أخرى وهي مراقبة النبات باستمرار لتجنب الآفات والأمراض وعلى رأسها كما ذكرت بداية الحلقة مشكلة تعفن الجذور يصاب أيضا بالعنكبوت والبق الدقيق. ولا تنسى أن توفر له الدفء خاصة وأننا على أبواب فصل الشتاء لنتجنب احتراق حواف الورقة بسبب البرودة والآن أترككم مع طريقة الإكثار الوقت اللي يمكن لكم تكتروا فيه الكروتون بطريقة العقل هو فصل الربيع تنجيو وتنأخذ واحد العقلة عقلة ما بين 10 سنتيم حتى 15 سنتيم تنحاولوا نحيدوا لها الأوراق ديالها على هذا الشكل كنحاولوا نحيدوا الاوراق كلهم وهذا جوج ديال الورقات اللي الفوق تنقطعوهم في النصف علاش نديروا هاد الطريقه لان الا خلينا الاوراق تجروا هاديك العصاره اللي تتكون داخل الغصن وتناخذوا اسيس فيها التيرو ولا لا تورب ويكونوا فيه ثقوب باش يكون صرف المياه تنجيو الغصن تنحاولوا نديروا جوج ديال الاعيون في وسط التربه كما تتشوف معايا تنديروا جوج ديال الاعيون وتنضغطوا عليه تنسقيو النبات ديالنا ثلاثه الخطرات في الاسبوع غير واحد على على التربه وتنديرو في شي مكان فيه الظل هذه هي الطريقه الاولى ديال بالعقال وكاينه الطريقه الثانيه تناخدو ورقه وتنخليو هاد هذا الغصن هذا فيها وتنديروها في ال... تنوضعوها في الماء وتنديرو في شي مكان فيه الظل وكل يومين تنحاولون نبدلو هذاك الماء اللي في الورقه من بعد متى تبدا الورقه تدير جذور يمكن لينا نغرسوها في التربه نتمنى الفيديو ينال اعجاب ديالكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نبات جميل ومحبب يبعث البهجه والسرور على النفس فهل تفكر في اقتنائه وتزيين بيتك به نهايه الحلقه اتمنى ان تكونوا قد استمتعتم واستفدتم وتقبلوا تحيات اخوكم توفيق من قناه بدره واخيرا لا تنسوا الاشتراك في قناه اخونا فيصل من قناه بولو بلونت الى اللقاء